Introduction and Basic Terminology. بديهي جدا وطبيعي ان جزء من المحاضرة اللي فاتت حضرتك تكون في كلمات كتير منها مش فاهمها، خاصة لو حضرتك بتسمع المحاضرات دي لأول مرة، يعني انت ما عندكش اي خلفية عن طب الأسنان اطلاقا، ما درستش يعني اوبرتيف، ما درستش فيكسد، ما درستش ريموفابل اصلا، ما تعرفش اي حاجة في الدنتال اناتومي، مش عارف يعني ايه بكل، يعني ايه ميزيال، يعني ايه ديستال، مش عارف يعني ايه كلاس 1، يعني ايه كلاس 2. وطبعا ده ديفكت المفروض ما يكونش واضح، مش او المفروض ان هو يكون مش موجود. بمعنى الطبيعي ان كل دراستك للفيكسد بروستونتكس ماشيه بالتزامن مع دراستك لكل الاقسام الثانيه، فانت طبيعي تكون اتفرجت على محاضرات الاوبرتيف دنتستري، طبيعي تكون اتفرجت على محاضرات الدنتال اناتومي، طبيعي تكون اتفرجت على محاضرات الريموفابل، ودلوقتي كمان بتتفرج على محاضرات الفيكسد، فكله بيخدم على بعضه، والمعلومات هنا وهنا 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 بتنور بصيره حضرتك بكل شيء. يعني في الاول فاخر انت هتبقى دكتور اسنان، مش دكتور فيكسد بس ولا دكتور اوبرتيف بس، انت دكتور اسنان بتمارس كل الحاجات دي مع بعض، وعارف كل حاجه عن الحاجات دي، وكل الحاجات دي بتعتمد في فهمها على فهم غيرها، يعني كله بيصب في الاخر ان حضرتك تستوعب الصوره الكامله. وبناء عليه ما تخافش ولا تقلق، لو في كلام اتقال المحاضره اللي فاتت او الجزء اللي فات من المحاضره حضرتك ما مش واخد بالك منه او تايه شويه او نوعا ما يعني متلخبط، هتعرفه مع الوقت. الجزء اللي انت شايف ان هو نوعا ما مش انت مستوعبه 100% هتلاقي نفسك بتستوعبه مع الوقت. يعني لو استنيت مثلا شهر واحد وعديت في المنهج شويه صغيرين وشفت باقي المحاضرات ورجعت تاني شفت المحاضره دي، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك ان شاء الله سهله وبسيطه. بنهتم ان احنا نشرح المواضيع او التفاصيل دي بابسط مفاهيمها وفي صورها الاولى خالص، بحيث ان اكتر حد يكون ما عندوش معلومه عن الموضوع يخرج معايا زي اللي عنده معلومه عن الموضوع. يعني بعد ما نتفرج على المحاضره كل الناس اللي ما عندهاش خلفيه عن الموضوع اطلاقا واللي عنده خلفيه مسبقه، الاثنين يتساووا والاثنين يكونوا فاهمين الموضوع. ليه بنبدا بتسلسل شبه التسلسل اللي احنا بنبدا دي، وليه احيانا بنتغير عن السكيما اللي بتشرح بيها الكليه او السكيما اللي بيشرح بيها اي حد تاني؟ بنحاول ان احنا نوجد لحضرتك زي حلقات كده متصله زي السلسله، كل حلقه ماسكه في الثانيه، بحيث ان او زي محطات كل محطه بتسلم اللي بعدها. في النهايه انت تبني معلومه على معلومه، فالهدف من المحاضرات بالترتيب ده او الهدف من السلايدات بالترتيب ده والصور والداتا والنماذج وكل الكلام ده، هدفه ان احنا نبني ثقافه عند حضرتك مكتسبه مع الوقت مع ترتيب المحاضرات، عشان تيجي في اخر المنهج يبقى كل محاضرة خدمت على اللي بعدها، وفي النهاية حصلت على المادة العلمية كاملة مستفيد بكل شيء، بدل ما تاخدها برضو بطريقة مختلفة او بترتيب مختلف، وفي النهاية برضو هتبقى معاك المادة بس حاسس ان كل قطعة ملقاش علاقة ببعضها او مش عارف تربط المعلومات ببعضها. عظيم عظيم. فانا كده بقول لحضرتك احنا بنعمل ايه وبنعمله ليه، وانت سواء كنت فاهم 100% او 90% في الجزء اللي فات فده امر طبيعي ومنطقي وبديهي، ومع الوقت هتلاقي الدنيا معاك اوضح واسهل. لكن المعلومات اللي احنا قلناها مهمه ان انت تعرف تميزها من بعضها، وتقدر تميز الانترا كورونال والاكسترا كورونال والدايركت من الاندايركت. وطبعا الكلام ده ان شاء الله يعني هنتعرض اليه مرات اخرى بالذكر، ولكن طبعا مش بنفس الذكر او مش بنفس التفصيل. هقول لك فاكر لما قلت لك اندايركت هو ده اندايركت، فاكر لما قلت لك انترا كورونال ده انترا كورونال، وهكذا. خلينا نبدا نتكلم دلوقتي عن البيسك ترمينولوجي. اول حاجه، وطبعا حضراتكم المعلومات دي او البروسيزز والبروسودونتكس والبروستاتكس الكلمات دي مش اول مره تشوفوها، برضو اتشرحت لكم في الريموفال بروسودونتكس. لان لو انتم ملاحظين ليه عمال اقول لكم اتشرحت لكم اتشرحت لكم، كلمه فيكسد بروسودونتكس مش واخد بالك من كلمه بروسودونتكس اللي احنا عمالين نقولها، الكلمه دي ما هي شبه الريموفال بروسودونتكس، الاثنين مشتركين، دي بروستودونتكس ودي بروستودونتكس، دي استعاضه ودي استعاضه، بس كل الحكايه ان دي استعاضه متحركه، وهنا بنشرح لحضرتك الاستعاضه الثابته، هناك التركيبه المريض بيشيلها من مكانها ويركبها بمزاجه، هنا التركيبه المريض بتتلزق له وما يقدرش يشيلها ولا يركبها بس. فهنا وهنا طبيعي يكون في مصطلحات متشابهه. زي ايه المصطلحات المتشابهه؟ البروسيزس مثلا، الكلمه دي جت ام سي كيو قبل كده وناس كتير جدا مش فاهمينها، وناس كتير تقول البروسيزس زي البروستودونتكس زي البروستاتكس كله زي بعضه، لا مش زي بعضه. وبتيجي ام سي كيو ويقول لك ايه، يوم حاطط لك الديفينيشن يقول لك ده بروسيزز ولا بروستاتيك ولا بروستودونتكس، ولازم تبقى فاهم على الاقل، مش هقول لك احفظ بس افهم. البروسيزز هو ده الدراع الطرف الصناعي، الراجل ده فقد جزء من جسمه، فقد ايديه، فاحنا عايزين نعوض له الجزء ده، الحاجه اللي هتعوض له اللي هو الدراع نفسه اسمه بروسيزز. يبقى البروسيزز ده ايه؟ هو الارتفيشال ابلاينس، ارتفيشال يعني صناعي، ابلاينس يعني جهاز، ارتفيشال ابلاينس بيعمل ايه؟ بيرستور، بيعيد، بيريبليس، بيحل محل الجزء المفقود من الجسم، يربليس اي جزء مفقود من الجسم، اني تيشو او اني بارت من الجسم من البادي ميسنج، سواء كان بحادثه او كونجنتال، يعني هو مولود من غيره، كونجنتال مولود من غيره او فقد بتروما بحادثه بسيرجري حصل فيه كانسر اي سبب من الاسباب، المهم ان هو ادى لبترو او هو اصلا ما كانش عنده من الاول. في الحالتين دي احنا عايزين نعوض للراجل ده تركيبه، تعوض له ايده، هتعوض له ايه؟ هتعوض له الوظيفه، هو عايز يمسك حاجه بايده تعوض له الوظيفه.
تعوض له كمان الشكل، يعني هو لو ركب لبس قميص يعني ايده مش هتبان ان هو طرف اسنان، يتعوض له الشكل نوعا ما، يتعوض له الوظيفه. فده معنى كلمه بروسيزس. يبقى ايه البروسيزس؟ هو الارتفيشال ابلاينس نفسه، الجهاز نفسه. حلو حلو. طيب احنا اي حد فقد دراعه بيعدي علينا يقعد اقعد على الكرسي يا فندم، اقوم حاطط له بتاع بمسمار وخلاص، ولا بنعمل ايه؟ مش في علم بيخدم على الموضوع ده؟ مش لازم اتعلم ازاي اركب التركيبه دي، وازاي جسمي يتفاعل معاها، وازاي ما تضروش؟ دي هتبقى داخله جوه جسمه، وازاي الجسم هيعتبرها جزء منه. احنا لو دخل في صباعنا حته خشبه، الجسم بيعمل حواليها خراج ويعمل حواليها اللهم صل على محمد دم لغايه لما يطردها. طب ازاي الجسم بيعتبر ده جزء منه؟ ما دي مش راكبه على الهواء، دي داخله جوه منه. ازاي الجسم اعتبرها جزء منه؟ ازاي احنا بنركبها؟ ايه العمليه اللي هنعملها؟ هندي المريض بنج كلي ولا بنج جزئي؟ هنفتح ازاي المشرط اللي هنمسكه؟ العلم نفسه بروستيك، المعلومات اللي انا هتعلمها عشان الارت والساينس، العلم المعرفه اللي من خلالها هعوض الجزء المفقود في جسم الانسان. اي جزء مفقود في جسم الانسان اسمها بروستيك. يبقى بروستيك هو العلم، بروستيك هو العلم، بروستيزيس هو الابلاينس، الجهاز. حلو كده. حلو. ايه علاقتنا بقى بالموضوع ده؟ قال لحضرتك والله علاقتنا ان مش انت اتعاملت مع دراع المريض اللي فقد ده على انه جزء من جسمه فقد عايز تعوضه. اه طيب، ما نفس الكلام، السنه هو جزء من جسم الانسان فقد، جزء مبتور فقد، واحنا عايزين نعوضه. عايز اقول لك على حاجه، انه يعني المحكمه او الجهات القضائيه بتتعامل مع الاسنان زي جسم الانسان، يعني صابع. يعني تخيل كده في واحد قطع لحد صبعه، يقدر يروح يشتكيه في المستشفى، يروح يشتكيه في المحكمه ويقول ده عمل له عاهه مستديمه، صح؟ بتر جزء من جسمه. نفس الكلام، احنا ممكن يروح حد فقد عنده سنه، حد خبط حد خلع له سنه او كسر له السنه، يروح يشتكيه ويقول ده بتر جزء من جسمي زي ما قطع صبعي بالظبط، يعني لا تقل اهميه اطلاقا. ولذلك في بعض الناس بتستغل الثغره دي في القانون بانهم يبتزوا بعض الدكاتره. واكيد لو حد فيكم وجد او سمع عن الحوادث دي على الجروبات الفيسبوك، بالناس اللي كل ما تكبروا شويه تسمعوا الموضوع، يقول الدكتور اسنان يقول يا جماعه في مريضه جت بتبتزني، كان عندها سن بايظ وخلعته لها وجايه بتبتزني وبتقول ان هي هتروح تقدم فيها شكوى. يا جماعه في مريضه جايه بتبتزني بتقول ان انا بوظت اسنانها، بيعاملوا الموضوع ده معامله ان انت حدثت المريض عاهه. وطبعا على حسب درجه يعني المشكله نفسها او الازمه نفسها، يعني حاجه عن حاجه بتفرق. احنا شغلنا مليان مشاكل وممكن نتعرض لحاجات كتيره جدا، ولذلك لازم انت تتعلم ازاي تشتغل صح. واهم من انك تشتغل صح انك تحمي نفسك، انك ما تعرضش نفسك لمساءله، ان انت ما تبقاش عندك ثغره المريض يدخلك منها. الكلام ده هتتعلموه مع الوقت، وللاسف الحاجات دي ما بتتعلمهاش في الكليه، ولكن مع الوقت نحاول ان احنا في خلال الكورسات بتاعتنا جانب الجزء العيادات، احنا الحمد لله بنحاول نشرح جزء النظري والعملي وجزء العيادات. لما يجي وقتها هقول لكم نعمل ايه مثلا، واحنا بنخلع نعمل ايه عشان المريض ما نتعرضش لمساءله قانونيه. الكلام ده في الكورسات اللي جايه ان شاء الله، ولما ندخل اكتر في المنهج هنقوله. يعني خلينا دلوقتي بنتكلم على المفاهيم الاساسيه. في النهايه زي ما انت اعتبرت ان الدراع المفقود ده محتاج بروسيزس وتعلمت له بروستيكس، فاحنا هنعتمد ان السنه اللي فقدت دي محتاجه هي نفسها بروسيزس، ونتعلم لها دنتال بروستيك. تاني، الدراع اللي فقد محتاج بروسيزس، السنه اللي فقدت محتاجه بروسيزس، الدراع عشان نركبه احتاجنا نتعلم بروستيك، السنه عشان نركبها محتاجين نتعلم مش بروستيك بقى، هو طب اسنان، يعني استعاضه طب اسنان، ما هي دنتال بروستيك. فنقول عليها دنتال بروستيك او بروستيك دنتستري. دنتال بروستيك، حط قبل بروستيك كلمة دنتال، يبقى دنتال بروستيك، أو عكسها بروستيك دنتستري، هي هي. بس بدل ما نقعد نقول دنتال بروستيك بروستيك دنتستري، ممكن نقوم دمجين الكلمتين في بعض، دنتال بروستيك أو بروستيك دنتستري، ندمجهم في بعض نقول بروسو دونتكس. بروسو دونتكس، الجزء الأولاني منها بروسيزس والجزء الثاني منها دونتكس. فهنا كلمة بروسو دونتكس مش معناها الجزء اللي اتعور أو الجزء اللي فقد أو الجزء اللي هتبدله، مش معناها، ما تخلطوش بين المفاهيم ببعضها. فيكسد بروسودونتكس او البروسودونتكس مش معناها البروسيزس او الجزء اللي انا هعوضه، لا. بروسودونتكس ايكوال دنتال بروستكس، يعني علم الاستعاضه السنيه. علم يا جماعه، علم مش حلم، علم الاستعاضه السنيه هو البرانش اوف دنتستري، جزء من علم الاسنان. ارت اند ساينس، ده الديفينيشن بتاعها، هو ارت اند ساينس، هو العلم نفسه اللي من خلاله هتريبليس اي ميسنج بادي بارت، لا، ريبليس الميسنج تيس والاورال ستراكشر. يبقى ايه الفرق بين البروستيتك عموما والدنتال بروستيتك؟ البروستيتك عموما هو الارت اند ساين اللي انا بتعلم فيه اريبليس اني ميسنج بارت اوف ذا بادي،
اي جزء من الجسم. حط قبلها كلمه دنتال تبقى دنتال بروستكس، عايز تختصرها تدلعها بدل ما تقول دنتال بروستكس تقول بروستودونتكس، يبقى ده العلم اللي انا بعوض بيه اي جزء مفقود من الجسم. لا، اي جزء مفقود داخل الفم، التيس والاسوشيتد اورال ستراكشر، عشان اعوضها ببروستيزس برضو. يبقى السنه دي فقدت هعوضها ببروستيزس. حلو حلو. العلم اللي هيخليني اعوضها اسمه الدنتال بروستيك او البروستودونتكس. طب ايه البروستيزس؟ هي الريستوريشن بتاعتها، هي دي البروسيس. لو هتعمل طقم اسنان فهو طقم اسنان اسمه بروسيس. لو هتعمل طقم كامل هو البروسيس. لو هتعمل طقم جزئي هو البروسيس. لو هتعمل كوبري، فاكرين الكوبري؟ فاكرين السنه المحاضره اللي فاتت، السنه اللي فقدت وبردنا اللي جنبها واللي جنبها، الكوبري ده بروسيس. لو هتعمل كراون، الكراون ده بروسيس. لو هتعمل حشو عادي، الحشو العادي ده بروسيس. اي حاجه بنعملها داخل جوه داخل فم الاسنان الانسان مش بتستعيد جزء فقد منه. هو انت بتشتغل ليه؟ لو السنان سليمه هتعمل ايه؟ يعني لو السنان، حتى احنا بنضحك على نفسنا نقول لو اسنان المريض اسنانه سليمه مش هعمل حاجه، فاحنا بنتمنى المريض ياكل حاجات مسكره وبتاع عشان يجي لي، صح؟ اسنانه تبقى مسوسه فيجي لي، عشان يبقى في حاجه هشيلها وهحط حاجه مكانها، او الحاجه اللي انت هتحطها مكانها دي بروسيسس، مش بتعوض جزء مفقود. اه كبير الجزء المفقود، صغير، سنه واحده، سنتين، 20 سنه، كل اسنانه، كل اللي انت هتحطه داخل جزء فم الانسان بروسيسس. او بدل ما نقعد نقول بقى بروسيسس بروسيسس، هو ريستوريشن عندي وعند الفيكسد وعند الريموفابل، عند بتوع طقم السنان الكامل والمتحرك والجزئي والثابت والتركيبه الكامله والتركيبه الجزئيه والكوبري والبريدج والكراون والحشو العالي كل الكلام ده بروسيسس او ريستوريشن. وخلصنا. يبقى انا عايز حضرتك تحط المفاهيم دي في دماغ حضرتك. المعنى الاولاني يعني ايه بروسيسس؟ هو الجزء اللي بيعوض اي جزء مفقود داخل جسم الانسان. يعني ايه بروستكس؟ العلم اللي انا من خلاله بتعلم ازاي احط البروسيسس لاي جزء مفقود داخل جسم الانسان. عايز الموضوع يبقى سبيسيفيك اكتر، خاص بيا انا بقى، انا بتاع دنتال، نحط قدام الكلام ده دنتال بروستودونتكس، دنتال بروستكس، ونقول عليها بروستودونتكس. هو الارت اند ساينس اللي من خلاله بريبليس اي ميسنج بودي بارت، لا بريبليس ميسنج توث اند اسوشيتد ستراكشر. طب هدفي ايه؟ ايه غرضي من الريبليسمنت ده؟ ليه ما اسيبه زي ما هو؟ اقول لك انت بتعوضه عشان شكله يبقى حلو استاتيك، وعشان يعرف ياكل فانكشن، وعشان يبقى مرتاح. ما هو منظره كده الاكل ده عمال يخبط في اللثه ويوجعه، كومفورت المريض. وعشان لما كل ده يتحسن الجنرال هيلث بتاعته هتتحسن، هيعرف ياكل احسن، ضحكته احسن، نفسيته احسن، اكله والفانكشن بتاعته احسن، شكله احسن، وانعكاس ده على كل جسمه. فدي هي الحاجات اللي احنا ليه بنعمل الكلام ده. بعمله عشان الاورال فانكشن، عشان الوظيفه، هنا الوظيفه. بعمله عشان الكومفورت، راحه المريض، عشان شكله، وعشان الجنرال هيلث بتاعه، الصحه العامه بتاعته. عظيم جدا، عظيم. ويقولوا على دكتور الاسنان اللي شغال شغل الاستعاضه ده بروستودونتست. بروستودونتست يعني عارفين الدنتست، احنا بدل بتبقى بروستودونتكس، كلمه تكس اللي في الاخر دي ده العلم، بروستودنتست دونتست اللي في الاخر دي ده الاسم، ده الاسنانجي اللي هو احنا دكاتره، دكاتره الاسنانجيه، حضرتك وحضرتي وحضراتكم، وحضرتك يا دكتوره وحضرتك يا دكتور، كلنا احنا دنتست. ولما نشتغل استعاضه يبقى اسمنا بروستودونتست. خلاص كده؟ خلاص يا دكتور. وبناء عليك، فاكرين كلمه ريستوريشن اللي انا قلت لكم قبل كده؟ اه يا دكتور. ينفع اقول ان كلمه ريستوريشن دي خاصه بتوع الفيكسد بس؟ بتوع الفيكسد بس هم اللي يقولوا بتوع الريستوريشن؟ لا، ده اسمه ايه؟ ده برود تيرم. يعني ايه برود تيرم يا دكتور؟ جنرال تيرم، لفظ عام وشائع، عام يمكن للجميع استخدامه، لا يمكن اقتصاره على فئه من الناس او فئه من الاقسام او ماده من المواد، الجميع يمكن استخدامه. برود تيرم ابلايد لمين؟ يوصف ايه؟ اي ماتيريال، اي ماتيريال، اي بروسيسس، اي حاجه هترستور، هتعوض جزء مفقود او هتريبليس. يعني حته باظت هتشيلها وتحط مكانها، انت كده بترستور. حته عايز تشيلها خالص وتعوض مكانها، بتريبليس. ريستور او ريبليس لوست توث ستراكشر اند اورال تيشو. اي جزء مفقود من السنه او كل، يعني جزء صغير من السنه او كل السنه او السنه والعظام اللي حواليها فقدت، يعني لو كانت المشكله صغننه خالص، جزء من السنه مسوس بتشيله وتحط ريستوريشن، السنه كلها باظت خلعناها هنحط ريستوريشن، السنه باظت وجزء من العظم حواليها اتاكل هنشيلها ونحط ريستوريشن. يبقى كلمه كل السنان باظت بتشيلها وتحط ريستوريشن. يبقى كلمه ريستوريشن دي تنفع مع الحاجات الصغيره والحاجات الكبيره، الطقم الكبير خالص وحشوه صغيره خالص، كل ده ريستوريشن. يبقى ده جنرال تيرم. عظيم جدا، عظيم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هو انا ليه مهتم اصلا ان انا اعوض السنه المفقوده؟ انت بتقول لي جنرال هيلث وجنرال، والمريض ياكل يبقى شكله حلو ويضحك
ونفسيته حلوه ويعرف ياكل والهيلث بتاعه. يا سيدي المريض مبسوط كده وشكله عاجبه وعاجب مراته، انت ايش دخلك انت؟ هما مبسوطين كده وبياكل على اسنانه الثانيه، يعني هي دي اللي هتقف عليها عمليه اكله، وضحكته حلوه، هو ما بصش في المرايه اصلا، هو تحت خط الافقر اساسا، هو مش مهتم بكل الكلام ده. يعني كل اللي انت قلته لي من شويه كافاده بالنسبه لي او بالنسبه لمريضي مش مهم. نقول له والله جميل جدا انك انت تقول ان كل الافادات دي مش مهمه، بس انت تايه عنك حاجه بسيطه. ايه هي؟ ان حتى لو انت ما حققتش هذه الافاده، ما تتخيلش انك لما ما تعملش التركيبه بتاعتك انك انت خلاص هتقف على الوضع ده وتسكت. يعني ايه؟ يعني ما تتخيلش ان انت هتستمر زي ما انت عليه، الوضع هيتعقد اكتر وهيسوء. يعني انت النهارده بقول لك انت هنا في الوضع ده خلعت السنه، لازم تعمل لها تركيبه عشان وضعك يتحسن. هتقول لي لا انا عايز افضل زي ما انا ومش عايز وضعي يتحسن، اقول لك حتى لو انت مش عايز وضعك يتحسن وعايز تفضل زي ما انت، بنقول لك انك انت مش هتفضل زي ما انت، انت وضعك هيسوء. ايه هيسوء ليه؟ يعني يقول لحضرتك في حاجه اسمها سيكولا اوف توث اكستراكشن. سيكولا يعني ايه يا دكتور؟ سيكولا دي مش فاهمين يعني ايه. سيكولا اوف توث اكستراكشن يعني توابع نواتج، يعني عارف انت لما يحصل موجه توابع هذه الموجه ايه؟ يقول لحضرتك خلع السنه بيدي مساحه للاسنان المحيطه بهذه السنه ان هي تتحرك كلها. يعني يا دكتور نقول لحضرتك سبحان الله الخالق سبحان الله العظيم، اسناننا مش حته حجره موجوده جوه الاورال كافيتي، مش حجر، هو السنان دي بتتاثر بحاجات كتيره جدا جدا جدا، ومش معنى انك انت شايفها ثابته في مكانها ان هي ما بينزلش عليها فورس من كل ناحيه. الاسنان دي اللي مثبتها في مكانها وجودها مع بعضها البعض، عارف انت لو شلت واحده منهم يختل التوازن بتاعها، يعني طول ما احنا موجودين مع بعض التوازن مستمر، اتشال علينا مننا حاجه او حاجه في المعادله اتغيرت التوازن ده كله يختل، فالسنه اللي فوق تلاقي نفسها ما فيش حاجه قصادها تطلع وتتحرك في المكان الفاضي، السنه اللي جنبها يمين الديستال ليها تلاقي قدامها فاضي تتحرك ميزيال، السنه اللي قدامها في الميزيال ليها تتحرك وتلاقي من جنبها فاضي تتحرك ديستال، فتلاقي السنان دي اتحركت. طب ايه يعني ما السنان تتحرك؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ الاوكلوجن يتغير، هو يطلع الاوكلوجن دي عضه المريض، مش المريض، اي حد فينا ليه عضه بتريحه. تخيل بقى هو خلع السنه كل الحتت دي هتتغير، فالعضه اللي كانت بتريحه اتشقلبت، ما عادش عارف يعض، مش عارف يعض، مش عارف ياكل، اسنانه هتبدا توجعه، المفصل بتاعه هيبدا يوجعه، المكان ده هيبدا يجمع اكل والسنان دي هتبدا تسوس، وضعها ما عادش طبيعي. المكان ده هيجمع جير جدا، اللثه بتاعته هتلتهب جامد، كل اسنان ده هيتعمل حواليها جيوب. عارف لما تيجي تعوض الموضوع ده تسيبه 3 4 سنين وتيجي تعوضه مش هتعرف. اللي كان ينفع تعمله ساعتها بعد ما اسنانه اتخلعت مش هتعرف، لانك لما تيجي تعمل عايز تعمل هنا تركيبه، الطبيعي ان احنا بنبرد السنه دي ونبرد السنه دي ونركب التركيبه. طب انت هتبرد دي ازاي وهي مايله؟ وهتبرد دي ازاي وهي مايله؟ وهتركب التركيبه ازاي ودي خرجت وشغلت المكان ده؟ يبقى مطلوب منك ترجع تاني ترجع دي لمكانها وتعدل دي وتعدل دي، وده امر صعب جدا. ولذلك بنقول للمريض اللي متخيل انه لو فضل زي ما هو ما اشتغلش التركيبات وعملها انت بتقول ان وضعي هيتحسن او على الاقل افضل زي ما انا، مش عايز وضعي يتحسن، بنقول لك انت وضعك مش بس هتفضل زي ما انت، انت وضعك هيسوء، هيسوء في اتجاه اسوأ، وللاسف تكلفه علاجه تكلفه ضخمه جدا وحتى غير مجديه كمان. فبنقول للناس لا، الناس تهتم وتهتم باسنانها. طيب ايه البديل؟ ايه الحل؟ يعني المفروض اعمل ايه؟ نقول له والله حلك طالما سنه فقدت عندك اكيد مش حلك انك تعمل حشو عادي، لان السنه اصلا كلها اتشالت، حلك استعاضه، حلك ريبليسمنت. يبقى ايه الفرق بين ريستور وريبليس؟ ريستور السنه كانت موجوده جزء منها فقد عوضته، ريبليس السنه كلها فقدت وانا عايز حاجه تيجي تبدلها، عايز حاجه بديله ليها. يعني عظيم عظيم. فانا هنا هريستور، انا اسف، انا هنا هريبليس الجزء الفقد، وعشان اعمل الريبليسمنت دي فانا محتاج البروسودونتكس، قسم الاستعاضه عموما هو اللي يتكلم. الاستعاضه بقى المتحركه الثابته، الاستعاضه عن طريق الزراعه، الاستعاضه ماكسيلوفيشيال، مش مشكله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان كلمه استعاضه دي كلمه مش موجوده في قسم واحد في طب الاسنان، عندنا اكتر من قسم في طب الاسنان بيقول انا بعمل استعاضه. قسم الامبلانت او الناس بتوع الزراعه بيعملوا استعاضه، الناس بتوع الحوادث بيعملوا استعاضه، الواحد عمل حادثه نص وشه طار بيعمل استعاضه، الناس اللي عندها القدر الله عندها سرطانات في اجسادها او يجي حاجه في وشه لا قدر الله، ربنا يعافي الجميع واياكم، وجزء من فكه يتشال فعايزين نعوض له جزءه، بنعوض له الجزء اللي اتشال ده مع الاسنان، فاحنا بنعمل استعاضه. الجزء بتاع ريموفال بروسودونتكس، الراجل اللي اتشال كل اسنانه وعايزين نعوضها، احنا بنعمل استعاضه.
والجزء اللي اتشال عنده بعض الاسنان وعايز يعمل طقم اسنان ثابت او طقم اسنان متحرك جزئي بنعمل برضو استعاضه. كل الكلام ده انا شرحته لكم في مقدمه الريموفال بروسونتكس بالفعل، يعني اللي اتفرج على مقدمه الريموفال بروسونتكس اكيد فاهم الكلام اللي بقوله ده قولا واحدا، واللي مش فاهم هشرح له بسرعه برضو بحيث يكون مستوعب. وعندي اخر حاجه الفيكسد بروسونتكس اللي هو القسم بتاعنا بقى. الكلام ده انا شرحته لكم لما كنت بشرح الكومبليت دنشر وشرحت الفروقات بينهم كلهم، وقلت لك ان ساعتها القسم بتاعنا كان الكومبليت دنشر. دلوقتي بقول لحضرتك ان القسم بتاعنا هو قسم الفيكسد بروسودونتكس. طيب يا دكتور معلش انا لسه ما اتفرجتش على محاضرات الريموفبل، او انا اتفرجت عليها ونسيت، فممكن تفكرني كده بسرعه؟ هقول لحضرتك بسرعه، بس ده برضو لازم تشوف كل المحاضرات عشان المحاضرات دي ان شاء الله هتخدم مع حضرتك في فهم المواد كلها ككل. بس سريعا انا برضو ما بحبش اقصر، وبقول لو في حد بيذاكر ماده واحده او مهتم بحاجه واحده برضو ياخد معلوماته كامله، بحيث ان هو يعني ايه سواء مهتم بس بالفيكس بروسونتكس يبقى برضو مش ناقصه حاجه. انا عندي الخيارات يا دكاتره لسنه مفقوده كالاتي. مبدئيا احنا بنتكلم على مريض خلع سنه، مريض فقد سنه من اسنانه او اكثر واحده او اكثر، بس على الاقل في واحده مفقوده. فاحنا قدامنا اكثر من احتمال. الاحتمال الاولاني ان انا اعمل له امبلانت، السنه اللي اتخلعت دي اتشالت مكانها فاضي، فانا هجيب زرعه هزرعها جوه العظم، الامبلانت اللي هو حته الحديده دي هزرعها جوه العظم، واجيب تربوش اركبه فوق الزرعه اللي انا زرعتها، لا جيت ناحيه اليمين ولا جيت ناحيه الشمال ولا كلمت حد خالص، كل كلامي مع العظم والزرعه جوه العظم والتربوش ركب على الزرعه اللي جوه العظم. ده اسمه امبلانت بروسودونتكس. يبقى هنا بيعتمد على ايه؟ على امبلانت، على فيكتشر، على حته الحديده دي هتتحط جوه الامبلانتد في العظم بتاعي. عظيم. ده اسمه امبلانت بروسودونتكس، وده اول خيار بيجي لي. يعني لو جالي عم لطفي بيقول لي يا دكتور انا عندي سنه مخلوعه اعمل ايه؟ هنقول له والله خياراتك كالاتي. اول حاجه ممكن نعمل لك زراعه. ايه هي الزراعه دي يا مريض يا دكتور؟ انا هنجيب لحضرتك زرعه، الزرعه دي حاجه كده من التيتانيوم، حاجه كويسه جدا الجسم بيتفاعل معاها وبيقبلها عادي خالص. هنعمل لحضرتك مكان فاضي جوه العظم، حاجه صغيره خالص على قد الزرعه، نحط الزرعه نربط عليها ونحط التركيبه ونثبتها بس كده خلاص. طيب تكلفتها دي قد كذا؟ 1000 جنيه. فيقول لك والله الموضوع غالي عليا جدا مش هينفع، او انا والله يا دكتور مش انا للاسف ما بحب، انا بخاف من الجراحه ومش عايز حاجه تفتح لي في اللثه ولا تفتح لي في العظم ولا اي حاجه، او والله يا دكتور انا عندي مرض ما يمنعني ان انا اعمل الزراعه دي لاي سبب من الاسباب. خلاص الغي فكره الزراعه امبلانت بروسودونتكس، تعال نتكلم عن حاجه ثانيه. هعمل لك دي الزراعه اهي، هعمل لك ريموفابل بروسودونتكس. انت فقد سن او اكتر؟ اه. هعمل لك تركيبه متحركه. ايه التركيبه المتحركه دي يا دكتور؟ والله احنا هنجيب لحضرتك سنتين اكريل بلاستيك نحطهم مكان السنتين المفقودتين. طب هيمسكوا في ايه يا دكتور؟ هنعمل لك كده حته حديده تمسك في اللي قدامها وتمسك في اللي وراها زي الكلابات او الكماشات كده، حاجه اسمها الكلاسب، يمسك في السنه اللي قدامك ويمسك في السنه اللي وراك وهكذا. مش هنبرد لا دي ولا مش هنبرد اي حاجه خالص، هي السنتين البلاستيك دول يتحطوا ونازل منهم حته اكريل بلاستيك برضو يعوض الجزء ده من الفلانج كانه شبه اللثه، ويمسكوا في اللي وراهم ويمسكوا في اللي قدامهم بمشابك كده وخلاص. ده اسمه البارشال دنشر، ده اسمه البارشال دنشر، ريموفابل بارشال دنشر. وطبعا الناس اللي اتفرجت على البروسيز عارفاه ريموفابل بارشال دنشر، وده بيتشال من مكانه ويتحط. ده لو انت عندك سنه واحده او اتنين او اكتر مفقودتين، او لو كل سنانك مفقودتين هنعمل لك كومبليت دنشر. فانا بكلمك في الخيار رقم اتنين، انت رفضت الامبلانت بروسودونتكس، هكلمك في الريموفابل بروسودونتكس، الاستعاضه المتحركه. ايه الاستعاضه المتحركه دي يا دكتور؟ مش بنبرد فيها الاسنان اطلاقا. كل الحكايه ان انا باجي على عدد الاسنان المفقوده واحد او اتنين او ثلاثه واعمل مكانهم سنان اكريل بلاستيك كده، حاجه ايه تعوضها وخلاص، منظر كده وبرده وشكل ووظيفه، ونقوم ماسكينها بايه بشويه حديد قدام ورا وخلاص وخلاص. طيب لو كل سنان مفقوده يبقى اسمه ريموفابل بروسودونتكس، بس المره دي بدل بارشال دنشر يبقى كومبليت دنشر. يبقى ايه بس في الاثنين سواء كان بارشال دنشر جزئي او كومبليت دنشر كامل، الاثنين دول الاثنين بيشتركوا في حاجه مهمه واساسيه، ان الاثنين ينفع المريض يشيلهم من فمه. يعني كان بي ريموفد باي بيشنت ريدلي ريموفابل، ريموفابل يعني المريض كان يقدر يشيلهم ويحطهم ثاني، يشيلهم ينظفهم ويغسل بقه ويحطهم ثاني، ده ريموفابل بروسودونتكس. حلو. قام المريض رد عليا قال لي اشيلهم واحطهم ثاني واقعد اشيلهم واحطهم كده، لا يا دكتور انا بتقرف في الحاجات دي ما انا ما بحبهاش، لا شوف لي حاجه ثانيه. نقول له خلاص تعال ندخل في الخيار رقم 3. ايه الخيار رقم 3؟ الفيكسد بروسودونتكس. ايه الفيكسد بروسودونتكس؟ مش انت بتتضايق ان انت تشيل حاجه وكده؟ خلاص انا هاجي على السنه دي، انت السنه اللي عندك دي مفقوده هنا، دي اللي مفقوده صح؟ صح يا مريضي؟ اه يا دكتور دي اللي مفقوده. انا واللي جنبها موجوده؟ اه. واللي جنبها موجوده؟ اه. الاثنين اللي جنبها سلام، حلو هبرد لك دي، هبردها لك وهبرد لك اللي جنبها كمان، حلو.
وهجي واعمل حضرتك على دي تلبيسه وهعمل على دي كمان تلبيسه تغطيها، والاثنين دول متصلين بحته تلبيسه تانية تعوض المكان المفقود، فده اسمه بريدج كوبري. والمكان ده هلزقه لك على السنان، لا هتعرف تشيله ولا تحطه، اللي يبص عليها يحس ان هي سنان طبيعيه مش هيختلف خالص. حلو ده يا دكتور خلاص اعمله لي فيكس البروستونتيك، جميل اعمله لي. في ناس تقول لك لا يا دكتور تبرد لي السنتين اللي جنبه طب ما هم كده ممكن يبوظوا. لا يا دكتور ما تبردهمش خلاص، يبقى ارجع لحاجه من الثلاثه دول، يا تعمل زراعه، يا تعمل تركيبه ثابته، يا تعمل تركيبه متحركه، ما عندناش خيارات ثانيه. صح كده؟ صح كده. يبقى دي هي الخيارات اللي قدامي والمريض عليه يختار، يا تركيبه ثابته، يا تركيبه متحركه، يا تركيبه يا امبلانت زراعه. حلو. طب يا دكتور معلش احنا بقى مش احنا هنكمل فيكس بروستونتكس؟ اه وصفه لي اكتر من كده، عرفه لي اكتر من كده. اقول لحضرتك والله الفيكس بروستونتكس ده علم، طالما التكس اللي في الاخر دي كده احنا بنتكلم على علم، صح؟ ارت اند ساينس، ذا ارت اند ساينس، الفن والعلم، فن مهاره حرفيه يدويه جايدد باي علم، مش بس مجرد ان ايدك حلوه، لا في دماغ بتحرك ايدك، انت ايدك ما بتشتغلش لوحدها، دماغك هي اللي بتحركك. بارت اند ساينس بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه من اتنين، يا هيرستور عشان يريبليس الميسنج تيس، يعني في سنه مفقوده عايز تعوضها، في سنه مفقوده عايز تعوضها يا فندم، ان احنا نعمل بريدج. يا الاوبشن ده البريدج، في اوبشن تاني اسمه الكراون، يا كراون يا بريدج، احنا قسم التيجان والجسور، كراون اند بريدج، طرابيش والكباري، صح كده؟ الاوبشن الثاني ده اوبشن الكوبري. الاوبشن الثاني ايه؟ لا السنه حلوه، يعني ما عنديش سنان مفقوده ولا حاجه، يعني دي موجوده ودي كله موجود، بس بايظين او انا خايف عليهم، او زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انا خايف يحصل لها فراكشر، خايف تتكسر، خايف تبوظ، شكلها مش حلو، المريض مش عارف يعض عليها، المريض مش لو عملت فيها حشوه مش هعرف اعمل حشوه عادي، الوضع فيها سيء شويه، فاحنا محتاجين نعمل لها تلبيسه تحافظ عليها، ما فيش حاجه مفقوده ولا حاجه، بس احنا عايزين نعمل لها تلبيسه تحافظ عليها. يبقى يا اما في حاجه مفقوده عايز اعوضها، ده بريدج، حتى لو كانت السنان كلها سليمه، او ما فيش حاجه مفقوده مش عايز اعوض حاجه بس السنه بايظه عايز اعمل لها تلبيسه تحافظ عليها. ده هو الجزء الاولاني، ريستورينج الدامج تيس، سنه بايظه دامج تيس، يعني سنه يعني متهالكه بايظه خالص، بادلي بروكن توس، عظيم عظيم. فيا ده يا ده، ايه بقى الاوبشن بتاعي؟ هو الارت اند ساينس، اللي بعمل فيه حاجه من اتنين، يا بريستور الدامج تيس، يا بريبليس الميسنج تيس، يا ده يا ده. طب بتبليس وبترستور بايه؟ بالماتيريال بتاعتي، المواد اللي هو التلبيسات بقى، التلبيسات دي محفوظ بتكون متكونه من ايه يا دكتور؟ المواد بتاعتها، يا المواد بتاعتها لاما تكون ميتال حديد يعني، لاما تكون سيراميك، يعني هتعرفوا المعاني بتاعتها، لاما تكون كومباينيشن الاثنين مع بعض، سيراميك وممتلك مع بعض. يعني يا دكتور مش فاهمين، التلبيسه دي اللي انتوا شايفينها اللي بتصنع منها ماده الكوبري او ماده الطربوش، الماده اللي احنا اللي انا بقول لك ماده قويه، يا تبقى معدن، يا تبقى بورسلين سيراميك بورسلين، يا تبقى الاثنين سوا مع بعض، يا ميتال يا سيراميك يا كومباينيشن ميتال سيراميك مع بعض، يا دي يا دي يا دي، الاحتمالات الثلاثه عندنا. ويبقى هو ده الديفينيشن، هو الارت اند ساينس اللي بيرستور، اللي بيرستور البدل الدامج التوس، واللي بيرستور او ريبليس الميسنج تيس بتركيبات. التركيبات دي نوعها ايه او متصنعه من ايه؟ من ميتاليك او سيراميك او سيراميك ميتاليك ريستوريشن. الديفينيشن سهل جدا وبسيط ومنطقي ومفهوم وسهل، طالما عرفنا نحفظه يبقى نعرف، طالما عرفنا نفهمه يبقى نعرف نحفظه. طيب يا دكتور ماشي فهمناها دي، ايه الصوره دي؟ دي صوره طربوش ولا كوبري؟ ده كراون ولا بريدج؟ ده اكتر من يونت، ده مالتيبل يونت ومتصلين ببعض، وفي سنان ميسنج وفي سنان بردناها عشان الميسنج يمسكوا في اللي مبرود، يبقى ده اسمه بريدج ما يبقاش اسمه كراون. حلو يا دكتور عرفناه. الصوره دي ايه يا دكتور؟ دي كراون ولا بريدج؟ استنى يا دكتور، في سنه انا مفقوده ودي بردناها ودي بردناها رغم ان هم كانوا كويسين، وعملنا تركيبه واحده ثلاث قطع 3 يونت بنقول عليها يونت، دي يونت ودي يونت ودي يونت 3 يونت ثلاث وحدات، دي هتركب على دي ودي هتركب على دي ودي هتبقى في النص بينهم الاثنين ممسوكه فيهم، ودي هتتلزق على دي ودي هتتلزق على دي، دي متفرغه من جوه عشان تركب تلبس على تتلبس على دي، ودي مفرغه من جوه عشان تتلبس على دي، ودي مصمطه مش فارغه من جوه، دي مصمطه مقفوله عشان هتقعد على الريدج مفيش حاجه تحتها، يبقى دي مصمطه دي مفرغه ودي مفرغه، عظيم عظيم جدا، ودول الاثنين دول هم اللي هيتلزقوا ودي مش هتتلزق، اللي في النص مش هتتلزق، عظيم عظيم. ادي يا دكتور دي بريدج اهو، سنه مفقوده الاثنين اللي جنبها سلام، بردت دي وبردت دي، وبعد كده عملت البروفا بتاعتي ميتال اهو، شايفين حديد اهو، بس دي في انتيريور تيس، ينفع نعملها حديد في الانتيريور تيس؟ لا، قمنا مغطيينها بسيراميك، يبقى ميتال فوقيه سيراميك بالمنظر حضرتكم شايفين، بقى شكلها حلو ازاي؟ جميله، يبقى ده حديد وده ميتال اتغطى بالسيراميك عشان يبقى شكله حلو، اللي هو السيراميك ده حاجه شكلها جميل جدا. يبقى دي السنه المفقوده رجعناها هنا اهي، رجعت ودي اتغطت ودي اتغطت وكأن مفيش حاجه خالص، ورجعنا السنه المفقوده. نفس الكلام يا دكاتره هنا،
او نفس الكلام دي مفقوده ودي مفقوده وهكذا. بناء عليه يبقى انا عندي ديفينيشن لحاجه اسمها البريدج. ديفينيشن حاجه اسمها البريدج. هتقول لي يا دكتور في ناس لما بييجوا يقراوا في الكتب، انا لما بقرا الكتب ما بلاقيش اسمه بريدج، بلاقي اسمه دنشر او فيكسد بارشال دنشر. استنى يا دكتور، هو مش البارشال دنشر، مش كلمه دنشر ده يعني طقم اسنان؟ كلمه دنشر يعني طقم اسنان. اه بارشال دنشر مش ده بتاع الريموفابل؟ مش ده بتاع قسم اياه اللي هو قسم الاستعاده الصناعيه المتحركه، قسم البروسيزس؟ مش ده بروسيزس؟ مش المفروض دنشر وفيكس بارشال دنشر ده بروسيزس؟ اقول لك لا انت فاهم غلط. ايه؟ طب فهمني يا دكتور الصح. اقول لك كلمه دنشر كلمه عامه، كلمه دنشر كلمه عامه. معناها ايه يا دكتور كلمه دنشر؟ معناها ببساطه اي حاجه. الدنشر معناها اي حاجه بتعمل سبستيتيوت. يعني ايه سبستيتيوت؟ بتعوض الميسنج ناتشرال تيس. مش فاهم. اقول لحضرتك يا دكتور هنا سنه واحده مفقوده صح؟ اه جبت لها حته تعوضها. حلو حلو. والحته دي ماسكه في في قطعتين تانيين. جميل جميل. القطعه دي كلها على بعضها بتعمل ايه؟ هدفها الرئيسي ايه؟ تعوض الجزء المفقود. طالما حاجه بتعوض الجزء المفقود اسمها دنشر. يعني كلمه دنشر دي مش بتاعت الريموفابل بس، لا احنا كمان بنعمل دنشر. بس بتاع الريموفابل اللي هو قسم البروسيسز بيعمل ريموفابل دنشر، وانا بعمل فيكسد دنشر. يبقى هو هيعمل ريموفابل دنشر وانا هعمل فيكسد دنشر. هو هناك يعمل طقم اسنان كامل لو كل الاسنان مفقوده ويبقى اسمه ريموفابل كومبليت دنشر، او يعمل طقم اسنان متحرك جزئي اللي هو ريموفابل بارشال دنشر لو بعض الاسنان مفقودين، او المريض مش عايز يعمل الطقم اللي بيتشال ويتحط يجي لي انا اعمل له طقم ثابت. طقم ثابت. ايه الطقم الثابت ده يا دكتور؟ هو ده فيكسد بارشال دنشر. فيكسد بارشال دنشر ليه؟ ينفع نعمل فيكسد كومبليت دنشر؟ هنعمله ازاي؟ الا على الزراعة. ده بيتعمل على الزراعة، انما لازم في سنان عشان نبردها عشان نتركب عليها. فده اسمه فيكسد بارشال دنشر. فيكسد ليه؟ لانه بتبرد دي وبتبرد دي وبتلزق على دي وبتلزق دي. بارشال ليه؟ لانه بيستعاض جزء بسيط من السنان بقى سنان سليمه. دنشر ليه؟ لان في جزء مفقود عوضناه، السنه المفقوده دي عوضناها. يبقى كلمه دنشر كلمه عامه بتطلق على اي ارتفيشال ابلاينس، اي جهاز بيسبستيتيوت بيعوض ميسنج ناتشرال تيس. لو كان ثابت يبقى اسمه يبقى اسمه فيكسد دنشر، لو كان متحرك يبقى اسمه ريموفابل دنشر، لو بيعوض كل السنان يبقى اسمه كومبليت دنشر، لو بيعوض بعض الاسنان يبقى اسمه بارشال دنشر. طب احنا بنعمل ايه في القسم بتاعنا؟ احنا فيكسد. يبقى حط لي اول كلمه فيكسد. بنعوض كل سنان؟ لا، اسنان واسنان. يبقى حط لي تاني كلمه برشا. مش احنا بنعوض اسنان؟ اه. يبقى اسمنا دنشر. يبقى احنا اسمنا فيكسد برشال دنشر. يبقى ايه الفيكسد برشال دنشر ده؟ هو البريدج. يبقى انا يا بعمل كراون يا بعمل فيكسد برشال دنشر. وتلاقي مكتوب كده في الكتاب اف بي دي. يعني ايه اف بي دي؟ فيكسد بارشال دنشر. في ناس كده طب يعني ايه يا دكتور ار بي دي اللي احنا بنشوف؟ ار بي دي ريموفابل بارشال دنشر. يبقى انا كده فاهم يعني ايه فيكسد بارشال دنشر، يعني ايه ريموفابل بارشال دنشر. اه يا دكتور فاهم، خلاص فهمتها. ريموفابل عند قسم البروسيزس، فيكسد عندنا احنا هنا. عظيم عظيم، اللهم صل على محمد. يبقى ده بين قوسين يعني بريدج. فلما الناس تيجي تقرا الكلام تبقى فاهمه يعني ايه كلمه بريدج يا دكتور، ما تبقاش متلخبطه. يبقى ده فيكسد بارشال دنشر، ده بما يطلق عليه بريدج عشان الناس بتنسى يا دكاتره. يبقى انا عندي الاوبشن يا كراون يا بريدج. طب في البريدج بنعمل ايه يا دكتور؟ اديني ديفينيشن كده للفيكس بارشال دنشر، اديني ديفينيشن للبريدج ده. اقول لك يا دكتور هو عباره عن فيكسد بروسيزز، او مش هو فيكسد؟ اول حاجه فيكسد. فيكسد يعني نوت ريموفد باي ذا بيشنت، بيسمنتد بيتلزق. تمام. طيب بيرستور هنا كل السنان؟ لا مش بارشال. يبقى فسر لي التعريف. فيكسد يعني فيكسد بروسيزز نوت ريموفد باي ذا بيشنت. بارشال يعني بيرستور اول اوف ذا تيس؟ لا، وان اور مور بات نوت اول ذا تيس. يبقى هنا ايه؟ بعض او بعض واحده او اكثر، لكن مش كل الاسنان. طيب دنشر اللي هو السبستيتيوت اللي هو بيعوض. طب احنا عندنا البيشنت بيعرف يشيل ولا ما يعرفش يشيل؟ طب بيتعمل من ماتيريال ايه اللي انت قلت لي عليهم؟ ميتاليك سيراميك يا معدن يا اللي هو الحديد، يا سيراميك بورسلين، يا معدن وسيراميك الاثنين سوا مع بعض. يبقى الديفينيشن فيكسد بروسيزس اوف ميتاليك اللي هو المعدن، اور نون ميتاليك اللي هو السيراميك اللي هو البورسلين، او الاثنين مع بعض. طب بيعمل ايه؟ كمل باقي الديفينيشن يا دكتور. بيعمل ايه؟ يعمل سبانينج سبيس ان ذا دنتال ارش. يعني ايه يا دكتور سبانينج سبيس ان دنتال ارش؟ سبيس يعني الفراغ. دنتال ارش اللي هو الفك، دنتال ارش ده الفك. سبيس الفراغ. الفراغ ده جه منين؟ لما خلعنا سنه، سنه كانت موجوده باظت خلعناها بقى مكانها سبيس. سبانينج سبيس يعني بيملى فراغ. عارفين انتوا عمرو دياب لما قال سبت فراغ كبير؟ هو جاي يملى الفراغ بقى. سبانينج سبيس، السبيس ده ناتج من الميسنج تيس. فبيقول لك مش ده معنى كلمه دنشر.
كلمه دنشر اللي هو سبانينج سبيس اللي هو سبستيتيوت ميسنج توث، يعني كلمه سبانينج سبيس هي هي سبستيتيوت ميسنج تيث اللي هو بعوض اللي فقد او بملى الفراغ، هي هي الاثنين معناهم حاجه واحده. كلمه بقى نوت ريموفد باي ذا بيشنت فيكسد فيرملي، فيرملي يعني ايه يا دكتور؟ انكورد يعني ايه كلمه فيرملي انكورد؟ يعني بيمسك بقوه. انكورد يعني كلمه تطلق على السنتين اللي جنبي. عارف انت لما يكون في مثلا عاصفه وانت تشوف عمود كهرباء او حاجه خشب جامد بتقوم ماسك فيها عشان ما تطرش عشان ما تزقش، ده معنى كلمه انكر. انت خدت منها انكرج، يعني اللي هو عارفين انتوا المركب لما يجي عايز اللهم صل على محمد يقف في المينا ما يتحركش، يقوم جايب الهلب بتاعه وحطه في ربطه في حاجه او يعني سايبه على الارض عشان يدخل في التربه ويمسك فيها كويس، او يقوم عامل حبل عشان يمسك عشان المركب ما يتحرك. ده معنى كلمه انكر اللي هو انا متثبت متثبت. فكلمة firmly anchored يعني متثبت بقوة. منين؟ من ناحية واحدة أو من الناحيتين في الأسنان اللي جنبه. firmly anchored to one or both sides يعني ماسك في ناحية واحدة أو في الناحيتين على اللي جنبه. طب اللي جنب دي إيه؟ ممكن تكون أسنان، ممكن يكون روت أسنان، ممكن يكون زرعة. يعني أنا أعمل زرعتين، زرعة هنا وزرعة هنا يشيلوا أنا عندي ثلاث أسنان مفقودتين. أحط هنا بدل ما تعمل لكل واحدة زرعة وتعمل لكل واحدة طربوش. يعني انا عندي دي مفقوده في سيناريو اخر، يعني دي مريض تاني، يعني دي مفقوده ودي مفقوده ودي مفقوده اتشال. فاحنا بنقول للمريض هنعمل حاجه لطيفه قدامي حاجه من اتنين، اعمل لدي زرعه ودي زرعه ودي زرعه، اعمل ثلاث زرعات وثلاث طرابيش، او اعمل دي زرعه ودي زرعه واعمل كوبري فوق الزرعتين، واحده ماسكه هنا واحده ماسكه هنا ودي طايره في الهواء. يبقى انا ممكن امسك في زرعه او ممكن امسك في سنه، سنه هنا وسنه هنا، او ممكن تكون السنه دي اصلا بايظه عايزك يعني دي بقى بايظه. يعني مثلا مريض جالي مريض رابع او عاشر عنده السنه دي مفقوده والسنه دي عايزه حشو عصب والسنه دي عايزه حشو عصب، دي بايظه ودي بايظه، دي دامجد دي دامجد. مش احنا الانديكيشن بتاعتنا ان هي لما تكون دامجد ان انا اعمل لها حشو عصب وغطيها بطربوش؟ مش ده مش الكراون اند بريدجز بريدج اند كراون، يعني انا كده بعمل طربوش، يعني دي الوحيده عايزه طربوش ودي الوحيده عايزه طربوش، بايظين هما الاثنين بايظين، ده روت بايظ هعالجه واعمل فيه حشو عصب واعمل له طربوش، وده رود بايظ هعالجه واعمل فيه حشو عصب واعمل له طربوش. طب ما تضرب عصفورين بحجر، مش انت كده كده هتعمل طرابيش عليهم؟ طب ما تعمل لدي واحد ودي واحد واعمل دي في النص ووصلهم الثلاثه ببعض، وفي الحاله دي مش هنعمل طرابيش هنعمل بريدج. بس البريدج على مين؟ على اسنان؟ لا، على روت، كان رود بايظ. يبقى انا جيت على اسنان او جيت على البايظ ماشي او جيت على امبلانت ماشي يا دكاتره، خلاص كده فاهمين. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هي ليست دعوة ان احنا نسمع الحاجات المتخلفة دي لانها حاجات متخلفة فعلا، بس للأسف احنا بطبيعة الحال وانخرطنا في مجتمع في تركب اوبر تركب عربية تروح بتسافر بتروح فرح بتروح تسلم على حد بتمشي في الشارع بتعدي جنب توك توك بتسمع الحاجات دي، فتلقائي انت زينك بينصرف اليها. لكن انا يعني طبعا واكيد حضراتكم ان شاء الله يعني مش من اي حاجه زي كده، وهي ثقافات كل واحد حر في نفسه مش قصتنا، لكن احنا بنقول هي شيء من وجهه نظري يعني لا يرتقي اصلا لمستوى اي ثقافه. يعني هو احنا ده الوضع قبل الزيرو، يعني هو مش الزيرو ده قبل الزيرو، احنا لسه ما وصلناش للستاندرد. عظيم عظيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع تاني فيكسد بروسيزز او فيكسد بروسلونتكس احنا بنعمل فيها يا دكتور. في فيكسد بروسلونتكس بعمل حاجه من اتنين، يا حاجه ميسنج يا حاجه دامجد، واحتمال يكون ميسنج ودامجد سوا مع بعض زي المثال اللي انا قلت لكم اللي هو دي بايظه ودي بايظه كده كده هما محتاجين طرابيش، ودي كمان فوق مفقوده. مع المريض اللي هيخلع سنه مش كل سنانه هتبقى سليمه، ما اللي جنبه غالبا مش هتلاقيها يعني 100% صح، هتلاقيها بايظه هي كمان. فالاحتمالات كلها معاك، المهم انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه. عظيم عظيم. واحنا كده عرفنا الديفينيشن، يبقى انا كده عرفت الديفينيشن بتاع الدنشر عموما، وعرفت الديفينيشن بتاع الفيكس البارشل دنشر اف بي دي، وعرفت ان هو ده البريدج، وعرفت الديفينيشن بتاع الفيكس البروسدونتكس، وعرفت ان الفيكس البروسدونتكس بنعمل فيها كراون اند بريدج، وعرفت الديفينيشن بتاع البريدج. فواحد واقف بعيد كده قال لي يا دكتور بس معلش انت كده انت يعني في حاجه غلط. ايه بقى؟ انت قلت لي الديفينيشن بتاع الفيكس البروسدونتكس، وقلت لي يعني ايه بريدج، وقلت لي يعني ايه دنشر، ويعني ايه فيكس البارشل، قلت لي كل حاجه، بس نسيت تقول لي حاجه مهمه، هو ايه الديفينيشن بتاع الكراون؟